وانطلق الشوط بحفظ الله ورعايته، ونتابع وإياكم هذه الاندفاعة وهذا الشوط. وانطلق هذا الشوط هنا في هذا اليوم، نتابع وإياكم هذه الأسماء المشاركة وهذا الانطلاق. الله على هذا الاندفاعات واندفاعات الابكار والسن الناشئ في هذا الموسم. نتابع وإياكم هذه الابكار المشاركة في هذا الشوط. يا سلام على المقدمة، ونتابع وإياكم هناك المركز الأول رعود محمد بن حمد القريصي المري، بينما النقل على المركز الثاني المتحدة للدكتور عبد الله بن مطر الضابط الدوسري، هنا أيضا مع الخريب على المركز الثاني، بينما النقلة على المركز الثالث. المركز الثالث ظن لمريط بن سعيد بن مريط الهاجري على المركز الثالث. والمركز الرابع نتابع وإياكم ولع لحسن بن علي المطوي. المركز الخامس هناك شعار بن محميد وشعار عبد الهادي بن سالم بن لفجح المري، هناك 700 متر الأخيرة والمقدمة هنا مع المركز الأول هناك القريصي، وأيضا يا سلام شعار الدكتور عبد الله بن مطر الضابط على المركز الثاني، ولكن المقدمة الله على هذا الاندفاع هناك المركز الأول. الله يا المقدمة، المقدمة مع رعود محمد بن حمد القريصي المري، بينما نقل المركز الثاني. المركز الثاني والدخول من الولع لحسن بن علي المطوي، من أتتنا في هذه اللحظات على المركز الثاني 300 متر الأخيرة، والمقدمة هناك مع المطوي. المطوي والقريصي، المطوي والقريصي هناك بنضابط على المركز الثالث، ولكن نعود إلى المقدمة هناك. الله يا المطوي، ولع ولع حسن بن علي المطوي، والكاس الكاس مع المطوي، والمطوي حسمها حسمها. الله الله يا ولع، ولع لحسن بن علي المطوي، تهانينا والناموس على فوز ولع بالمركز الأول. المركز الثاني للقريصي مع رعود، المركز الثالث المتحدة هناك مع الدكتور عبد الله بن مطر الضابط الدوسري، المركز الرابع هناك مع شعار بوشريدة